مكحول ابن عبد الله الشامي مكحول، من يعرف من أوصاف الشيء أوصاف الخلقية؟ مكحول مولى، مولى عبد يباع ويشرى. وإذا اطلعنا إلى بعض الأوصاف التي ذكرت سواء كانت في خلقه أو خلقه مثله أو أشد من عطاء، عرفنا أن الدنيا لا تسوى شيء. الإنسان يحرص على ثوبه باستمرار يصير مكمل، ما فيها رفيط ولا في شيء، أو شماغ أو ملبس أو مركب، هذول خلقة خلقة فيهم عاهات. لكن ليست العبرة بالشكل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني تصور شخص بمستشفى النقاهة محكوم عليه ما هو بطالع إلا بعد، ما هو بطالع نبت إلا المكبرة، في عاهات وفي تعكفات وفي أمور يعني يوجد من أهل العلم مثله في خلقته، ومع ذلك على رؤوس الخلق تاج